تحدث العلماء عن التوحيد من حيث هو منزلة درجة رتبة يصلها الإنسان ويرتقي إليها عبر مدارج حلك يطلع في الدروج حتى يصبح التوحيد صفة له، ولا يكون كذلك إلا إذا كان على المستوى الوجداني كما هو على المستوى التصوري. يعني المؤمن مطلوب منه ماشي غير يقر ويشهد أن لا إله إلا الله وحسب، بل ينبغي أن يستشعر ذلك ويحققه سلوكا في حياته، سلوكا تلقائيا يولي تصرف عنده التوحيد، يولي عنده حركة شاملة لحياته، كيتحرك في المجتمع بالتوحيد. كيف يكون ذلك؟ من اللي يكون القلب دياله كينبض بالتوحيد، لأنه في هذه الساعة كيولي التصرف دياله ماشي مكلف بالتوحيد، لا كيولي بشكل تلقائي، أي حركة دارها أي عمل داره أي صلاة أي صيام أي عبادة أي صفقة تجارية تكون قائمة على توحيده لله الواحد الأحد الفرد الصمد. فالتوحيد بهذا المعنى ما كيتقبضش في ليلة ولا في نص ساعة، هذاك اللي كيتشد في لحظة واحدة سميته الإسلام. كيكون الإنسان كافر في دقيقة واحدة كيمكن له يولي مسلم لما يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك نفى الله عز وجل صفة الإيمان عن الأعراب من حيث أثبت لهم صفة الإسلام. وحقيقة الإيمان ها هنا ترجع إلى مدى التوحيد الذي لدى الإنسان. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الفرق بين هذه وهذيك هو الفرق بين شهادة أن لا إله إلا الله وبين الإيمان بالله الذي أوردناه قبل مفصلا في حديث جبريل. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان جبريل كيسولوا عليه السلام كيسولوا على الإسلام، قالوا الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والمسؤول طبعا ذكر له أركان الإسلام الخمسة المتممة للشهادتين. لما سولوا على الإيمان قالوا الإيمان أن تؤمن بالله، فهذه الأولى أن تشهد أن لا إله إلا الله متبوعة بشهادة أن محمد رسول الله تتعلق بإعلان الإنسان الإسلام، الدين ديالو راه يعني آمن بأنه ما كاين غير الله وما خصك تعبد بالحق غير الله، آمن بها. ولكن في الإيمان قالوا أن تؤمن بالله، واش ما كانش مآمن بالله لما شهد بلا إله إلا الله محمد رسول الله؟ كان مآمن بالله، ولكن مآمن بالله بمعنى الإسلام بمعنى الإقرار، أقر بذلك اعتقده وتصوره في دماغه وأمن به. ولكن في الإيمان خص القلب ديالك يعيش المعنى ديال التوحيد ديال لا إله إلا الله. هذا المعنى هذا اللي خص القلب ديال المؤمن يعيش، قلت لا يدرك بين عشية وضحاها، وإنما يدرك بالسعي والسير إلى الله عز وجل درجة 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 حتى يرتقي إلى منزلة التوحيد. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في حديث صحيح كان قال وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه أفضل كلمة في خبر سيد النبي عليه الصلاة والسلام قالها هو والأنبياء اللي قبلوا على الإطلاق، لأنها تتضمن المعنى الذي ذكرناه، نفي الشريك وتفريد الفرد الصمد، تفريده سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته وتجريده عن كل ما لا يليق به سبحانه وتعالى، تفريده وتجريده، وهي منزلة من منازل التوحيد، التفريد والتجريد، تفرد الله بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه وتجرده عما لا يليق به من التشبيهات والتعطيلات. وباش نقربوا أكثر من هذا المعنى، الله عز وجل دار لنا الطريق ورى لنا المسلك من ندوزو التوحيد باش يولي صفة عند المؤمن. وأقولها هو التوحيد أيها الإخوان راه ماشي هو حفاظة يجيب ندم يعرض لنا التوحيد، توحيد الربوبية وفيه توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية وتوحيد الاتباع إلى آخره مما قاله العلماء الأعلام. توحيد ماشي حفاظة، هذا اللي كيحفظ الناس هو الإسلام. قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، استطعوا يثبتوا أنهم مسلمين لا أقل ولا أكثر. ولكن حقيقة الإيمان أن ينبض قلبك بذلك
ويصبح سلوكا تلقائيا تعيش به في المجتمع. كيولي التوحيد عندك ذوق تتحسه وتذوقه في القلب ديالك، ويصبح بعد هذا خلقا، كيولي أخلاق فيك، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلقه فقالت: كان خلقه القرآن، وإنما جاء القرآن بالتوحيد. فكان التوحيد خلق رسول الله عليه الصلاة والسلام. واش هو الخلق؟ الخلق هو الحاجة اللي كديرها بشكل طبيعي، ما كتكلفهاش. كاين الخلق الجبلية والخلق الصفاتية أو الخلقية. هل واحد الإنسان عنده الصوت ديالو في واحد طبقة معينة من اللي يبدأ يتكلم به، واش كيتكلف؟ هذاك الشيء اللي أعطاه الله عز وجل، جبلي يعني هكاك طبيعة، هكاك خلق الله عز وجل. فكذلك الأخلاق ديالك مع الله عز وجل ومع الناس، لما كتستقم على وزان التوحيد ما كتحسش انت واش راك مكلف وهز تقل من اللي كتتعامل مع الناس بالأخلاق الإيمانية ديال التوحيد. ولذلك فرق العلماء بين الخلق والتخلق. تخلق في العربية، شحال من واحد كيستعمل هذه الكلمة ديال التخلق على أنها صفة مزيانة، لا ما مزيانة والو. الخلق كان خلقه القرآن، لأن في العربية التخلق هو اصطناع الخلق الذي ليس لك، كتبدا تكلف واحد الأخلاق ماشي ديالك، هذا تخلق تفعل. أما الخلق فهو الصفة التي تشعر بها أنها تتدفق من يديك ورجليك ولسانك وكل جوارحك بصورة طبيعية لا كلفة فيها. إذن منين غندوزو لهذا التوحيد اللي كيجي بشكل طبيعي في القلب؟ طبعا كنبداو بالتصورات، بالإسلام اللي هو شهادة لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. أركزوا على شهادة لا إله إلا الله. الله عز وجل ورانا الباب ديال التوحيد في القرآن الكريم، وقد ذكرنا ذلك من قبل من حيث إن الله عز وجل لم يسمي هذه العبارة. ما كيناش هذه العبارة ديال التوحيد هكذا في القرآن الكريم، هذه اللفظة ديال التوحيد ما كيناش، كان اسم الفاعل الواحد واحد، أما توحيد هذه الصيغة ما كيناش، كان واحد كان أحد. إذن فين كان التوحيد في القرآن؟ كاين، ولكن أعطاها ربي عز وجل اسمية أخرى، ماشي لأنها ماشي سميته، لا، عطاك ربي الجوهر ديالو، اللب ديالو، قال لك إلا بغيت التوحيد هاللب، شد اللب أي القلب ديال التوحيد، وتوصل التوحيد اللي جا به سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام عن رب العالمين. السمية اللي سماها الله عز وجل هي الإخلاص. صورة التوحيد ما كيناش، كاين صورة الإخلاص، هاش فيها؟ فيها التوحيد. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. أن تعتقد أن الله فرد صمد واحد ما عندوش اثنين، يلجأ إليه ولا يلجأ إلى غيره، وأنه لا ولد له ولا والد، هذا أمر كيجيك للبال وتحضره بعقلك، ولكن ربي قال لك سميته الإخلاص، بمعنى أنه خصك هذا الشيء اللي كتفهمه بعقلك خصك تحس به في قلبك، لأن الإخلاص معنى وجداني وليس ذهنيا، وقد ذكرناه قبل. الإخلاص مصدر لفعل أخلص يخلص. واش هو أخلص؟ أخلص هي صفاء، صفاء تصفية، والاسم الخالص، اسم الفاعل من خالص يخلص فهو خالص، صافي، حاجة صافية ما مخلطة ولا بشيء مما ليس منها فهي خالصة، حل حليب بيض صافي ما فيه شي نقطة ولا شعرة ولا شيء زائد مما ليس منه، حليب طبيعي مستحلب لم يشبه شيء، ما تخلط به ولو ما تحت فيه غبرة ولا نقطة كحلة ولا شعر، خالص بيض حليب 100%. الله عز وجل كبغى توحيد ديالك يكون حليب بيض 100%، ما فيه شي شعرة واحدة ديال تدرس أو نسخ طيحة فيه من الشركيات وما في معناها. الإخلاص، الإخلاص إذن قال لك ربي صفي، أعطانا المصدر ديال الفعل المتعدي وهو شيء عجيب، شيء عجيب أنه سمى الصورة اللي كتتعلق بالذات دياله سبحانه والصفات دياله بواحد المصدر يعود على فعلين أو إلى فعلين متعدين، بمعنى أنه قال لك هذا الإخلاص راه كيكون بأخلص يخلص، أنت خصك تكون كتصفي، هذا المعنى أخلص يخلص أي صفى يصفي.
عاد كيجي التوحيد الحقيقي اللي طلبوا ربي عز وجل وطبقوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. وتخرج من طبقة وتدخل في طبقة، كتخرج من طبقة ديال الشكليات والظواهر التي لا بواطن لها، وكتدخل فعلا في المضامين الدينية الحقة، وترتقي من درجة الإسلام الظاهر إلى درجة الإيمان الباطن. ماشي بالمعنى ديال الباطني اللي تقول به طوائف الباطنية لا قطعا، ولكن بالمعنى القرآني الصرف. قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يعني مازال، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. التعبير القرآني فيه من الدلالات العجيبة ما يدل على أن الأمر يتعلق بالإمكان المستقبل. الإمكان يعني قوله عز وجل ولما، يعني مازال ما دخلكم الإيمان القلوب، بمعنى راه ممكن يدخل ولكن خصو الوقت وخصو الخدمة. ولما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فرق بين لما وبين لم. لم كيقول لك الإيمان ما دخلش، صافي هذا المعنى، ولكن لما كيقول لك ما دخلش الإيمان ولكن راه ممكن يدخل. تنفي الماضي وتفتح الأمل للمستقبل. أما لم كتنفي الماضي وما كتعطيك والو، حاجة أخرى ما تعطيها لك. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، إذن المعنى أن الإيمان شيء يكتسب بالعمل. بنادم كيخدم على الإيمان ليحصله ويدرب قلبه على اكتسابه وتذوقه بالأعمال الصالحة. وقلنا الإخلاص راه فيه التعدية والفعل المتعدي، فيه فاعل يقوم بعمل يؤدي إلى إنتاج شيء راه مفعول به. كين أنت أيها المؤمن هو الفاعل في التوحيد في الإخلاص. كيف نفعل لنحصل على مقام التوحيد بهذا المعنى الذي ذكره غير واحد من أهل التوحيد، والذي مع الأسف حفظ كثير من الناس أشكاله ولم يدركوا حقائقه. لما نرجع لكلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، وهي قوله لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا، إنني الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. الله عز وجل كيعطينا التوحيد ويعطينا الطريق ديال التوحيد. الله سبحانه وتعالى في هذه الآية خاطب موسى عليه السلام، إنني الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. إذا أردت أن تحصل على هذه الحقيقة، حقيقة لا إله إلا أنا إلا الله، فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، فوجب عليك إذن أن تحقق الإخلاص لله عبر عبادته وعبر إقامة الذكر له وحده سبحانه وتعالى. إقامة الصلاة والدأب على ذكر الله عز وجل. كيف ذكر الله عز وجل؟ ذكر الله عز وجل ليس مجرد ألفاظ تتلى وتعد وتحسب، شيء حسن، ولكن المعنى أن تذكر، والذكر ضد النسيان. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، ما تنساش الله عز وجل، ولك أن تذكره بأي سبب من أسباب الذكر المشروعة، أي حاجة تذكرك في الله عز وجل فذلك ذكره. المهم أن تذكر، أي أن تستحضر بوجدانك الله عز وجل، تبقى حاضر معه وهو راه عز وجل حاضر معك ما دمت تستحضر هذا المعنى. أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إذا ذكرت ربك ذكرك ربك. قلنا الذكر ضد النسيان، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. الإنسان من طبيعته أنه ينسى، وتحقيق التوحيد يقع بمدافعة النسيان. تبقى تحاول تحيد الآفة ديال النسيان. كيف؟ ماشي النسيان بالمعنى الاجتماعي بالمعنى الذهني، لا طبعا، بمعنى الحضور مع الله عند حدود الله. لما تعرض عليك أمور الحرام ذكر، اذكر ماشي تذكر يعني باللسان فقط، خصك تحضر بأن الله معك وفوقك سبحانه وتعالى، وأنه يرقبك من علو وينظر ماذا ترى وماذا تفعل. فإن كانت لك الجرأة آنئذ على الجريمة وعلى المخالفة وأنت ذاكر فعجبا لك، فإنما صنع ذلك إبليس. وإن كنت مؤمنا وذكرت هذا فلا شك أنك بين أحد مقامين، إن كنت من أهل الله فستستحي، هذه تحشم، تجيك حشومة تدير واحد الحاجة خايبة وربي يشوف فيك سبحانه وتعالى. وإن كنت دون ذلك أي من الصالحين عموما فستخاف،
والحياء أعلى من الخوف. فرق كبير بين اللي كي يهرب من الحاجة الحرام حياء من الله وبين اللي كيهرب منها خوفا من الله. بجوج مزياني كلاهما حسن، ولكن الحياء أحسن، حياء أحسن من الخوف. لأن الحي كما كان عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي كانت الملائكة لفرط حيائه هي تستحيي منه رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك استحيا منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع الإزار عن ساقه أمامه. كان النبي صلى الله عليه وسلم جالس واحد الخطرة كيتبردوا هو والصحابة في بير مدلين رجلهم في البير، والنبي صلى الله عليه وسلم طلع الإزار ديالو يعني القندورة ديالو ولا القشابة ديالو لجهة ركبته، هو دخل سيدنا عثمان والنبي صلى الله عليه وسلم كمل السترة حشم من سيدنا عثمان. تعجبوا الصحابة قالوا كيف لا استحيي من رجل تستحي منه الملائكة لفرط حيائه من ربي. كان حييا سيدنا عثمان، كان يستحيي من الله بواحد بشكل عجيب. إنما يكون ذلك عند من حقق التوحيد بالمعنى الذي ذكرت، اللي عاش في الوجدان دياله أن الله عز وجل واحد أحد بأسمائه وصفاته وأنه لا معبود إلا هو سبحانه وتعالى. باش بندم يدخل في هذا الطريق ويوصل بإذن الله عز وجل. الله عز وجل أعطانا ونزل علينا القرآن الكريم فيه مدارج التوحيد، فيه صفات الله عز وجل، فيه اسماء الله الحسنى، فيه أيام الله، الأيام اللي نزل فيها العذاب والعياذ بالله والدمار والخراب على الأمم التي عاقبها الله عز وجل، فيه الجبروت ديال رب الكون، وفيه صفات الملكوت دياله سبحانه وتعالى، وفيه أيضا الرحموت أيضا دياله سبحانه وتعالى. وكتقرأ القرآن وتعلم القرآن وتسمع القرآن وتدرس القرآن لتعرف ربك أكثر وأكثر وأكثر، وكلما اقتربت منه كلما ازددت معرفة به وتوحيدا له. يحصل لك التوحيد آنئذ في وجدانك شعورا تشعر به حيثما حللت وارتحلت، كتبقى مع الله دائما أبدا. الله سبحانه وتعالى كيقص علينا ويحكي لنا في القرآن كله أنه ربنا سبحانه وتعالى الذي خلقنا. الله سبحانه وتعالى تفضل واختار أن يخلق هذا الإنسان ويصطفيه من دون الخلائق، اختاروا من دون الخلائق. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، اصطفى، اصطفى القيادات البشرية ومعها أتباعها من المؤمنين والصالحين إلى يوم القيامة، بدءا بآدم وانتهاءا بمحمد عليه الصلاة والسلام. من بعد ما خلق هدى، خلق سبحانه وتعالى، وقلت شحال من مرة وباقي نقول راه هذا المعنى ديال الخليقة شيء عجيب جدا، بحيث راه إلا فكرت فيه كتحس بواحد شعور عجيب بأنك أنت ماشي ديال راسك، وهذا راه مهم جدا تحس به، أنت ديال مولاك اللي خلقك. راه كيوقع لنا بسبب النسيان الآدمي، فنسي ولم نجد له عزمة، كيوقع لنا بسبب هذا النسيان أنه بنادم شي مرة كيبان له باللي راه هو ديال راسه، كيخرج فوق بغا ويدخل فوق بغا ويدير اللي بغا. راك انت ديال مولاك، راه سبحانه وتعالى ماشي طلقك وتجليك له ما بقى سيقلك خبر في الراك، حاشا، تابعك سبحانه وتعالى حيثما كنت وحيثما حللت وارتحلت، ما تدير حتى شي خطوه الا بعلمه والا باذنه. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. شيء نكيره تدل على اطلاق الشيء، ما كايناش شي حاجه اللي تخفى على مولانا الكريم، تكون كبيرة ولا صغيرة، جليلة أو حقيرة، يعني من الحاجة اللي تقول انت هذه في حاجة تافية غير درتها بقى، لا يخفى عليه شيء ولا حركة ولا خطرة. الخطرة هي ديك الفكرة اللي كتدوز في القلب ديالك بحال البرق، كتجيك للبال وتمشي في حالها قبل أن تصير فكرة. شي حاجة إلا كتخمم فيها وكتقدها راها فكرة، قبل ما تخمم فيها وتقدها شي خطرة كتدوز غير على البال بحال البرق، كتدوز على البال تسمى خطرة. هذيك الخطرات التي تخطر بالبال وتمضي ربي تعالى مسجلها وعالم بها قبل أن تقع وحينما وقعت وبعدما وقعت. هذا الرب سبحانه ملشي، لهذا كان الرب ربا للكون، خلق وبرأ وملك كل ما خلق خلقا وقدرة وعلما وتدبيرا سبحانه وتعالى. وهو بعد هذا وذاك يرعاك أيها العبد، يرعاك في وسط
يرعاك مع كل الخلائق. ما يجيكش البالك راك انت واحد فوسط ملايير البشر والكائنات، راه ربي تعالى ما اداهاش لك سبحانه وتعالى. ما خلق شيئا الا بعلم، وكل ما خلق رزقه معدود ومحسوب ومقدر. في كل يوم له ما له من عند الله الرزاق ذي القوه المتين سبحانه وتعالى، حتى حاجه مراها خارجه على الله عز وجل. هو رب الكون، لا يشغله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. من اجمل الصفات والتعبيرات التي ذكرها اهل التوحيد في حق الله عز وجل قولهم لا يشغله شيء عن شيء. انت كتطلب هنا، واحد كيطلب الهيت الطرف الاخر للمدينه، احال عداد يعني. كتطلب الله عز وجل، واحد في مدينه اخرى، واحد في مدينه اخرى، واحد في دوله اخرى، واحد في قاره اخرى، واحد في سماء اخرى، سماوات كل شيء يدعوه، وفي البحر وفي باطن الارض والامم الاخرى من النمل والنحل والذباب والحشرات والوحوش وسكان الارض سكان السماء الجن الانس كل شيء في وقت واحد. والله عز وجل لا يخضع لزمان ولا لمكان، بل هو رب الزمان ورب المكان، وكيسمع كل شيء في اللحظه الواحده ويجاوب كل شيء في اللحظه واحده وما يتلف هذا على هذا. لا يشغله شيء عن شيء. العقل ديال بنادم ما كيقدرش يستوعب هذا الشيء، لانك بنادم ماشي رب. هذا كيخلي الانسان حاير، كيحير لما يتامل الصفات ديال الله عز وجل، كيحير. هذه من العبارات اللي عوجوها الناس، راه من هنا جات هذيك الكلمه اللي كيقولوا كيتحير. شي واحد حمق يضرب راسه ما راح يتحير. الاصل في الاستعمال من التوحيد. اهل اللغه يقولون اله يا اله اله تحير. علاش؟ لما تبدا تحقق اسماء الله الحسنى كتحير، العقل ديالك لا يستوعب ذلك. ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي عليه الصلاه والسلام لا تفكروا في الله. علاش؟ اذا درتها تحير تحل، وتفكروا في خلقه فانكم لن تقدروه قدره. وفعلا كلما تدبر الانسان ماشي في ذات الله، لا غير في خلقه، وكيف ان الله يدبر هذا الكون بشكل غريب عجيب بهذه الاحاطه الشامله الدقيقه، العقل يكاد ينفجر. ملي تبدا تتبع هذا الشيء المخ ديالك يبغي يتزرع. فاذا احترت شعرت بالعجز، كتشعر بالعجز عن ادراك هذه الحقائق، وهذا هو المطلوب. لان شعورك بالعجز يعني الخضوع، كتسلم لمولاك، وهو الاسلام. ما معنى اسلم؟ خضع لله الواحد القهار. وهذا التوحيد الحقيقي الذي ينبوع من قلب المؤمن آنئذ، اذ يشعر ان الله واحد احد، حي قيوم سبحانه وتعالى، حي محيي، يهب الحياه لمن يشاء ويقبض الحياه عمن يشاء وممن يشاء سبحانه وتعالى، وقيوم من القيوميه وهي الاداره من قبل الشغل ديالو. كل واحد راه مسيره سبحانه وتعالى من جميع طبقات الحياه والموت. راهو الناس كاينين في البرزخ في الاخره، وربي مقابله يرزق الشهداء في الجنه، وهو سبحانه وتعالى عالم الغيب وعالم الشهاده. مقابل عالم الغيب الاخر ومقابل عالم الشهاده هذا الرب العظيم، حينما تدرك وترى وتشاهد أن تعبد الله كأنك ترى، تشاهد ببصيرتك هذه البصائر، هذه الآيات اللي جاوب بالصروك بربك سبحانه وتعالى وبالصفات دياله والأسماء دياله سبحانه وتعالى، لا تكاد تجد في قلبك إلا المحبة لله عز وجل. كتوجد راسك يعني كتبغي ربك سبحانه وتعالى بسيف تبغي، لأن المحبة تنبع عن الشعور بآثار النعمة والجمال. والله عز وجل من أسمائه التي أثبتتها السنة الجميل سبحانه وتعالى، ذو الجلال وذو الجمال أيضا. وجمال الله عز وجل يتجلى في أنواره وأسمائه الحسنى وفعاله المتصرفة في الكون. كيف يتصرف ربي في الكون سبحانه وتعالى؟ تصرفات تعود على الأمم وعلى الناس بالنفع وبالخيرات والحسنات. فلا يكاد المؤمن آنئذ يجد شيئا يعبر به عن ذلك إلا أن يشعر بالحيرة وبالعجز، وهو قولك لا إله إلا الله. لهذا الشيء باش قال النبي صلى الله عليه وسلم وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. توحيد بهذا المعنى الإخوان راه واحد الصفة كناخذها بشوية بشوية،
قلت في البداية ماشي كتنعس وصبح تلقاها هانتا موحد. موحد بمعنى مسلم، نعم بل قولوا أسلمنا، ولكن موحد بمعنى أنك تشعر بهذا خسر الخدمة. ولذلك قالوا هي منزلة، منزلة واحد درجة، كما قال ابن القيم رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين. منزلة التوحيد من المنازل، تطلع في الدروج، يجب أن تجتهد لتحقيق هذه الصلة المتفردة بالله عز وجل. فين ما وحدتك ترجع لربي كيفرجها ربي، فين ما احتجتك ترجع لربي ويعطيك ربي سبحانه وتعالى، والرجوع ديالك كيكون بشكل تلقائي. علاش؟ لأن الله عز وجل يجعل لك في القلب ديالك الإخلاص، فلا تشعر بالحاجة إلا إليه. ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في الأمثال، كما قال العلماء. الدري الصغير سبحان الله العظيم في كل مكان وفي كل زمان، غير يتضر كعي طمي يلو لك جهة البال. علاش؟ لأنها أقرب شيء إليه على المستوى الاجتماعي، اللي عاد ولدته باقي عنده إحساس الارتباط بالولادة وبالرضاعة وبالتربية وبالتنشئة، ثم هي أقرب إليه وجدانا وعطفا، كيحس بالرحمة ديالهم أكثر من غيرها في الغالب المعتاد والشذ لا حكم له. فمتى أفقاش الطفل كيعيط أمه إلى جاء ولا خاف ولا ضربه في حد، أي إذا احتاج إليه وما كيعرف كيفاش يوقع له، حتى كيعيط بشكل تلقائي، لا يجد نفسه إلا وقد نادى أمه، لأن أمه ساكنة له في قلبه. قلت ولله المثل الأعلى، ولا مشاحة في الأمثال. لما كيولي المؤمن قريب من ربي سبحانه وتعالى، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، كلا لا تطعه واسجد واقترب. شو سبحان الله التعبير القرآني، قال له واسجد وزاده واقترب، مع أن السجود هو الاقتراب، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ولكن الله عز وجل فصل كما فصل في سورة الإخلاص وسمها الإخلاص، وهي تنطق بالتوحيد باش رد بالك عندك تكون يعني خابية ما فيها ماء، جسم ما فيه روح، خابية ما فيها ماء، تسكن فيها غير رتيلة. فلا يكون سجودك انكفاء على الأرض وحسب، مش غير مكبوب على رأسك، لا سير تمشى، الروح ديالك تطلقها تمشي، وسجود واقترب، ما غاديش تبقى عليها تمشي على يديك ورجليك وركبيك للسجود، لا لا يتصور. السجود مرسوم بالسنة بوضع السبعة أراب على الأرض، ولكن الاقتراب يقع بالوجدان بالقلب، حتى إذا كنت أقرب ما يمكن أن تكون من ربك، والقرب هنا قرب وجداني معنوي، فالله عز وجل في السماء من علو، ولكن أنت تعرج إليه سبحانه وتعالى بروحك. وفي الصحيح صحيح مسلم: وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. والمناجاة قلنا هي مخاطبة القريب بالصوت الهامس، القريب الحبيب، لأن مخاطبة البعيد منادات ماشي مناجاة، ومخاطبة العنيد أو الخصم مخاصمة ماشي مناجاة. فالمناجاة اسم يقع على مخاطبة القريب واحد، والحبيب في نفس الوقت ماشي قريب وعدو، لا قريب وحبيب، عاد كتسمى الهضرة اللي بيناتكم مناجاة. وإن أحدكم إذا صلى يناجي ربه. من اللي تحس بالراحة والمتعة في العبادة اعلم أنك بدأت توحد الله حقا. من اللي يجي الراس ديالك بغي تزربع من الخدمة ومن المشاكل ديالها، أو من الدار والمشاكل ديالها، أو من الحانوت والمشاكل دياله، أو من أي مكان، والدخول للمسجد ديال مولانا الكريم وتحس بالراحة كأنك دخلت بابا من أبواب الجنة، فاعلم أنك بدأت تتذوق التوحيد. ورجل قلبه معلق بالمسجد، في واحد الرواية صحيحة، بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود. عجيبة، هذه أجمع وأبلغ من الأخرى. ورجل قلبه معلق بالمساجد، هذه أفضل. ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. حل شي واحد حط قلبه هنا ومشى، سير ما يقدرش يجلس بزاف، يرجع، متى يرجع؟ كلما سمع الأذان، قلب هنا محطوط. هذه المعاني تجعل المؤمن فعلا يشعر أن الله واحد لا ثاني له. هل يخليك تقول الله واحد ماشي اثنين، ماشي غير تقولها بفمك، تحس بها في قلبك. ولله المثل الأعلى، ولا مشحة في المثال. الواحد من اللي كيكون كيحب واحد الإنسان كيبان له باللي راه ما كاين في الدنيا إلا هذاك، وما كاينش خير منه،
مع أن البشر اللي خير منه وقل منه كتير، ولكن إحساس المحب هكذا، لما تتكون الأمور بينك وبين ربي عز وجل بالحب العالي الرفيع، حب العبادة، ما كيكونش الأمور غير وهم ولا مجاز، لا حقيقة، لأنه واحد لا ثانية له. كتكون عارف وكتشوف بعينك أنه هذاك الشيء اللي حبيت عليه ما يعطيه لك حتى واحد غير هو سبحانه وتعالى، وما يقلع لك حتى واحد غير هو سبحانه وتعالى، هو وحده سبحانه وتعالى، كما في الآية إنا لله وإنا إليه راجعون، نحن له ومنه، نحن له الملكية، ملكنا لا من الاختصاص تفيد التملك، إنا لله إحنا ديال الله ما ديال حد، وإحنا منه أي خلقا، هو اللي خلقنا هو اللي صنعنا، صنع الله الذي أتقن كل شيء، خلقنا وصنعنا على أحسن صورة، وأعطانا ما أعطى وهدى ما هدى سبحانه وتعالى، وإليه راجع الموئل والمرجع والمصير، إنما إليه وحده لا شريك له. إذا كان ذلك كذلك كيبان بأنه فعلا ما كاين غير الله سبحانه وتعالى، وأن كل شيء من أمور الدنيا لا يقوم منها شيء بذاته، تحجم وقف بوحده إلا من توهم ذلك، شد بالله كل حاجة وقف بالله قائمة به، هذا معنى القيوم، كل المعاني كل المؤسسات كل الدول كل الأفراد كل المجموعات كل شيء قائم بالله وحده سبحانه وتعالى، قيوم أن يقوم بالكون تدبيرا وإحياء وخلقا. وذكرنا مرة أخرى ونذكر ونعيد أن خلقه لنا سبحانه وتعالى مستمر، الصفات دي الله والأسماء دي الله مستمرة، ماشي كانت وما بقيش، كانت وبقية وتكون ما شاء الله، ومن ذلك الخلق. أعطيه هذا المثال لأنه مهم في تبين أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. احنا بالعادة ديالنا كنتصوروا بأن الله خلقنا صافي انتهى، ما بقيناش خلقنا، خلقنا في بطون أمهاتنا، لا خلقنا نعم في بطون أمهاتنا، ثم هو يخلقنا ويخلقنا ولا يزال عز وجل يخلقنا حتى نموت، ثم يعيد خلقنا كما بدأنا أول خلق نعيده، واستمرار الخلق فينا هو استمرار الحياة، الحياة ما حدك حي وانت كتخلق كل يوم كل لحظة، الخلايا ديالك جميع البدن ديالك، خلايا الدموية خلايا جلدية خلايا شعرية كل خلايا العضلية كل يوم كتخلق تنمو أو يعوض بعضها بعضا، تلي كمل الجسم ديالو مبقاش كيكبر كيمكن يتجرح، لو لم يكن الله يخلقك دائما داك الجرح ديالك ما يتربطش، خلايا جديدة كتنبت، فهو يخلقك كل حين، شعرك ينمو، أظافرك تنمو، نفسك يمضي النهار والليل، فهو يخلقك كل لحظة، خالق اسم الله عز وجل اسمه الخالق اسم فاعل يدل على الثبات والاستقرار والاستمرار، خال عن الزمان اسم الفاعل، يعني ما مرتبطش بالبارح أو باليوم أو بغدا، مرتبط بجميع الأزمنة فوق الزمان سبحانه وتعالى. إذا وحدت الله عز وجل ذهنا توحيد الربوبية وشاهدت ذلك فلا يمكنك إلا أن توحده قلبا وهو توحيد الألوهية. بناء على ما ذكرت لا يكون الشرك في واقع الأمر إلا إحساسا أيضا، بما أن التوحيد الحقيقي قلنا هو إحساس كتحس به في قلبك، فكذلك الشرك حينما تشعره وتعتقد وجدانا أن فلانا أو علانا يمكنه أن يرزقك أو أن يمنعك رزقك أو أن يهبك ما لا يهبه إلا الله أو أن يمنعك ما يمنعه إلا الله، وتحس بهذا الشيء في الخاطر ديالك، هذا هو الشرك الحق وهذا هو الخطير فعلا، هذا خطير جدا. وفيه قال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به، نعوذ بالله من الشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. علاش؟ الذنوب الأخرى منين كتجي؟ من ضعف الإنسان، الهوى كيغلبه الشيطان، كيعرف بأن الزنا حرام ويزني، ويعرف بأن الخمر حرام ويشرب الخمر ضعفا وغواية، ولكن شرك ماشي معناتها هذا الشيء أننا نفهمه بمفهوم المخالفة أن الزنا وسائر الجرائم يعني جيدة، لا أبدا إطلاقا، المؤمن راه غير مؤمن، ولكن كنقول بأن الشرك أكبر الكبائر على الإطلاق، لأن لا أحد يحملك على أن تعتقد ألوهية شخص أو حجر أو شجر، وإنما الله واحد أحد سبحانه وتعالى،
وباش تحقق هالشي قلنا خصك تمشي لله عز وجل بالعبادة. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. ذهابك إلى ربي وشروعك في السير إليه يسبب لك الهداية. وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وهو قوله سبحانه وتعالى في خصوص التوحيد الإخلاص. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. عجيب، أمرنا أن نعبد الله عز وجل، وبعبادتنا ومن خلال عبادتنا نحقق شيئا فشيئا الإخلاص مخلصين له الدين. فعبادتك أيها المؤمن وسلوكك العام مجال تربوي، الصلاة ديالك فرصة تربوية هامة لتحقيق خلوص التوجه إلى الله وحده. صيامك زكاتك كل فعالك من العبادات كتخليك باش تحقق هذا المعنى. حتى إذا خرجت إلى المجتمع كنت أقدر على توحيد الله في تجارتك، وعلى توحيد الله في وظيفتك، وعلى توحيد الله في أسرتك، وكنت مخلصا حقا. وأعلى رتبة في ذلك أن يخلصك الله إليه، من اللي انت كدير جهدك وتخلص اليوم وتخلص غدا وتخلص بعد غد، الله سبحانه وتعالى يقبلك مخلصا فيجعلك مخلصا هو تعالى يصفك من فوق. إنه من عبادنا المخلصين، اسم مفعول ماشي اسم فاعل. ما بقيتش الإخلاص انت كديره، رسميتها صورة الإخلاص. الفعل منسوب إلى الإنسان، الإخلاص أنت تخلص. إذا أخلصت وأخلصت وأخلصت صرت مفعولا به، كتولي مخلص، ربي كيصفيك، وحينئذ لا يؤذيك شيء بإذن الله. فاللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا لك من الشاكرين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من التوابين، واجعلنا من المتطهرين، واغفر لنا أجمعين. وصل اللهم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لمن يشاء.